فقد عملت الوزارة على تحديد 3 أهداف رئيسية موجهة للموسم الدراسي الحالي. أولا، ضمان تمدرس جميع الأطفال في سن الدراسة واستكمال التعليم الإلزامي، مع إعطاء أهمية خاصة للتمدرس المبكر بالتعليم الأولي واهتمام وأهمية خاصة أيضا للتعليم الابتدائي. ثانيا، تحسين مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات الأساسية وضمان اكتسابهم المعرفة والمهارات الضرورية. ثالثا، تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتشبعهم بالقيم. لحد الآن اللي هو سجل هو 7,900,000 تلميذة وتلميذ اللي تحقوا بالمؤسسات التعليمية بالأسلاك 3: ابتدائي، إعدادي والتأهيل. تقريبا 1% ديال تزايد عدد التلاميذ. إلى دخلنا شوية بالتفاصيل تلاحظوا بأن العمومي تقريبا ارتفع 2.4%، توصل 6.9 مليون ديال التلاميذ اللي تيتحقوا بهاد الأسلاك 3، والخصوصي تيمثل تقريبا 1,100,000 تلميذ. هناك واحد نقص بنسبة 7%. النسبة ديال الخصوصي تتبقى نسبة اللي هي تقريبا 13%. وإلا خدينا غير التلاميذ اللي هما تسجلوا في السنة الأولى ديال الابتدائي، عدد هاد التلاميذ تي فوق 771,000 تلميذ وتلميذة. بعض الأرقام فيما يخص التعليم الأولي، هاد السنة تنسجلوا في التعليم الأولي اللي هو داخل في إطار التدبير المنتدب عبر اتفاقيات الشراكة مع بعض الجمعيات. تلاحظوا بأن كاين واحد ارتفاع ديال عدد المسجلين، ارتفاع ب 14%، وتنوصلوا 525,000 تلميذ طفل وطفلة اللي هما مسجلين بهذا التعليم الأولي. نسبة الإناث تقريبا 50%، نسبة القروي نسبة مرتفعة 63%، هذا راجع للأسبقية اللي تعطات العالم القروي فيما يخص تعميم التعليم الأولي. هناك هاد المدارس أو هاد الأقسام اللي هي داخلة في هذه الاتفاقيات العدد ديالها 26,000 قسم اللي هما معنيين، 18,000 منهم في العالم القروي. واللي بغيت نركزو هنا هو خلال هاد السنة تم فتح 4,700 قسم جديد للمرة الأولى، وهذا تبين المجهود ديال والأهمية اللي تعطات لتوسيع العرض مجال التعليم الأولي. هناك مقابل 26,000 مربية ومربي. بعض المعطيات ما يخص المؤسسات التعليمية، هذه المؤسسات العدد ديالها تقريبا 11,000. من طبيعة الحال الابتدائي عنده هو العدد الكبير 8,300. في هذا العدد ما تنعطيوش من طبيعة الحال ما تنحسبوش لا الفرعيات ولا الملحقات، هادو غير المؤسسات الرئيسية اللي هي تشتغل. وما بين هاد 8,300 مدرسة ابتدائية فيهم اليوم 273 مدارس جماعاتية. هناك واحد المجهود اللي دار
في توسيع عدد الأقسام، عدد الحجرات اللي هي مخصصة للتعليم بتقريبا 3530 حجرة جديدة اللي تتزاد على تقريبا داك 169 ديال المؤسسات، فيها تقريبا 1770 حجرة. هناك التركيز على أطر تدريس اللي عدد هاد أطر تدريس تقريبا 292 ألف اللي هما داخل كاينين اليوم داخل المنظومة. لازم هنا نركز على العملية اللي هي داخلة في إطار المبادرة الملكية ديال مليون محفظة، واللي انطلقت مع بداية هذا الموسم، واللي هذا السنة تتهم 4,755,000 تلميذة وتلميذ، أي واحد الزيادة ديال 5% بالنسبة إلى قارناها مع السنة الماضية. بغيت نأكد بأن من الأهداف الأساسية هو نقسم الهدر المدرسي. من طبيعة الحال باش نقسم الهدر المدرسي هناك اهتمام وتركيز وتعبئة كل الأطراف المعنية داخل المنظومة وخارج المنظومة، مع الأسر مع السلطات المحلية، باش أولا نسهلوا هذه العملية ديال التسجيل تلام الأطفال، وثانيا أيضا نقوموا بعمليات تحسيسية باش كل الأطفال اللي ما موجودينش داخل المنظومة، خاصة فيما يخص التعليم زمان الوقت ديال التعليم الإلزامي، يلتحقوا بالمنظومة. هناك إجراء ثاني وهذا من المستجدات، هو إدراج واحد ثلاثة ديال الأنشطة الاعتيادية يوميا في الابتدائي. هذه الأنشطة تتهم أولا تخصيص واحد الوقت واحد ديال 10 دقائق ديال القراءة في بداية كل حصة، لا ديال المادة ديال اللغة العربية ولا ديال مادة اللغة الفرنسية في كل السنوات ديال التعليم الابتدائي. ثانيا هناك أيضا تخصيص واحد 10 ديال الدقائق عند بداية كل حصة في مادة الرياضيات للتمارين للتحكم أكثر في هذه المادة. وهناك النقطة الثالثة اللي هي تخصيص 21 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع للأنشطة الحركية في الأكتيفيتي فيزيك، باعتماد واحد دليل التربية البدنية اللي تم تهيئه من طرف الوزارة. هاد العملية غتنطلق خلال هاد الدخول المدرسي. بغيت هنا مرة أخرى نأكد على الاهتمام والعناية الخاصة لكل أطر التربوية في خلال هذا الحوار الاجتماعي باش نوصلوا لواحد النتائج. وحنا زعما كاين لحد الآن في إطار لقاءات اللي تمت مع نقابات أكثر تمثيلية كنا لما كنسجلوا بأن تم واحد التقدم في هذا الحوار، ونتمنوا بأن خلال الأسابيع المقبلة هذا يمكن يتوج واحد الاتفاق اللي يمكن يساعدنا باش نمروا المرحلة ديال تنزيل هذا النظام الأساسي الموحد الجديد اللي من طبيعة الحال تهم كل فئات المنظومة. كنت تبعتي الإعلان اللي تم لتوسيع عدد الطلبة اللي مسجلين في إجازة
في التربية انطلاقا من بداية السنة المقبلة غنفتحوا المجال لهاد الطلبة باش يمكن يديروا تدريب عملية داخل المؤسسات التعليمية. هذا يعني واحد تقريبا هاد السنة المقبلة واحد تقريبا واحد 30,000 ديال الطلبة يمكن يديروا تدريب داخل هذه المؤسسات، وحنا سنهيئوا الإطار باش هاد التدريب تمر واحد تكون عندها أيضا واحد الآثار فيما يخص المؤسسات من طبيعة الحال، أنه يكون عندها آثار على التكوين ديال هاد الأساسية. دائما في موضوع ديال الأساسيده هناك من المرتقب باش يكون واحد التوظيف ديال 20,000 أستاذة وأستاذ خلال السنة المقبلة، وهذا التوظيف المباراة خاصة به غنطلق خلال شهر أواخر شهر أكتوبر المقبل باش نخليو وقت كافي باش كل ناجحين يمكن لهم يلتحقوا بالمراكز الجهوية ديال المهن التكوين والتربية والتكوين باش يكملوا هذاك التكوين ديالهم وبإعطاء الأهمية للجانب التطبيقي. كيف قلت في محور المؤسسة هناك واحد أولا عناية بالمؤسسات التعليمية من خلال واحد العملية اللي انطلقت السنة الدراسية الماضية استمرت خلال فصل الصيف وما زال غتستمر خلال هذه السنة، اللي أولا أعطينا واحد الاهتمام خاص ما يخص واحد تأهيل خفيف تأهيل مستعجل اللي تم إما انطلاقا من برامج ديال على صعيد كل جهة وكل إقليم، وأيضا استعنا بعض الأحيان ببرنامج أوراش باش نسرعوا في هذا في تنزيل هذا البرنامج. موضوع ديال أسعار اللوازم الدراسية، ثم كلكم تعرفوا ما يجري في العالم، تعرفوا أيضا هاد التقلبات اللي تعرف على العالم الأثر ديالها على عدد من الأثمنة، وطبيعة الحال كان عنده أثر على قدرة شرائية لا وكان احنا كوزارة كان اهتمام خاص بهذا الموضوع. فالحقيقة اللقاءات مع الناشرين راها انطلقت منذ شهر أبريل، الاجتماع الأول اللي تم مع الناشرين كان في شهر أبريل، لأن كنا واعين إلى بغينا الكتب المدرسية تكون موجودة بالعدد الكافي في الدخول المدرسي كان لازم نلقاو حلول مناسبة مع الناشرين باش يهيئوا هاد الكتب. وهذا هاد المسلسل في الحقيقة تم على مراحل، وفي الأخير تم الاتفاق مع هاد الجمعية ديال الناشرين على اولا مستوى ديال الدعم ديال الدوله وعلى ايضا المساطر ديال كيفاش هذا الدعم يمكن يوصل الناشرين على اساس يكون الوفر كافي ديال الكتب المدرسيه على الصعيد الوطني، وعلى اساس الاتمنه ديال هذه الكتب تبقى في نفس المستوى. وهذا تم مع أيضا في إطار حكومي تخصيص واحد
غلاف مالي ديال اكثر من 105 مليون درهم اللي عبر لا كاس كومبونساسيون غادي يتم دفعوا للناشرين باش نبقاو في نفس المستوى. موضوع اللغات، اللغة الإنجليزية الآن تدريس اللغة الإنجليزية كاين تقريبا في واحد 2200 تقريبا مؤسسة، وعدد الأساتذة تقريبا شوية أقل من 9000 مستفيد. حنا واعيين وبغينا نقول لكم بأن في إطار المشاورات هذا الموضوع ديال اللغة الإنجليزية والمكانة ديال اللغة الإنجليزية من المواضيع اللي كان اهتمام وكان طلب كاين مهم بالنسبة لهذا الموضوع. احنا انطلاقا من هذا الموسم الهدف ديالنا هو أولا على المستوى ديال الإعدادي نوسعوا المجال ديال تمكين التلاميذ من اللغة الإنجليزية. نرفعوا عدد كاين توظيف أساسية للإنجليزية ونرفعوا من هذا العدد. كاين تفكير أيضا في آليات أخرى منصات اللي يمكن تساعد لا التلاميذ ولا الأساتذة باش يتمكنوا من اللغة الإنجليزية. تأمين الزمن المدرسي الأساتذة الأساتذة الأكاديميات سميتو هنا. أنا اللي يمكن نقول لكم بأن أنتم يمكنكم تلاحظوا بأن أولا إحنا نعتبر بأن الأساتذة النظامي كل هيئة التدريس النظامية ديال الأكاديميات هي تتلعب عندها واحد دور مهم في الإصلاح، عندها واحد دور مهم في باش نوصلوا لهذه الأهداف. ولهذا يمكن نقول لكم كاين واحد العناية خاصة بهذه الفئة، وباش من خلال القانون النظام الأساسي الجديد نلقاو حلول مناسبة باش نتجاوبوا مع الانتظارات ديال هذه الفئة. نتكلمت على نظام أساسي موحد، هادو من النقاط اللي حنا تنشتغلوا عليها، وهناك اقتراحات عملية اللي مازال فيها يمكن تحسن وتشوفوا كيفاش إذا حنا تنشتغلوا باليد الممدودة. تنعتبروا بأن هادو من الأطر ديال المنظومة اللي لازم ايضا نساعدهم ونخلقوا الجو المناسب باش ينخرطوا في هاد العملية. تبقى بان انتما تكلمتوا على الاجور، قطع الاجور شي حاجه، هذا عنده علاقه بواحد المسطره اللي هي مسطره ديال الوظيفه العموميه، الاجر مقابل الخدمه. كانوا اضرابات، راه بعض القطاعات ما تمتش الوقت ديالها باش ما يفوتوش واحد المستوى ديال في الاجر كامل، ولهذا تم ولكن ما كاينش قطاعات جديده مرتبطه، ما كاينش اي قطاع جديد في هذه الوضعيه ديال الاساتذه او ديال الاطر الاكاديميات. انا تكلمت عليها ووضحت لكم بان اليد قام مدوده. احنا في اطار هذا الحوار مع النقابات اكثر تمثيليه، النقابات نفسها عندها تتحاول ممكن باش تدافع وتجاوب مع هذه الحاله او الاطار ديال الأطر الأكاديميات ونلقاو الجواب المناسب. هناك استعداد أيضا في هذا الإطار ديال مع النقابات أكثر تمثيلية باش تبقى الاجتماعات تبقى مفتوحة لكل الهيئات اللي هي عندها استعداد باش تنخرط في تهيئ أو بناء مشترك لحلول ديال اللي غتساعدنا
نهيئوا المستقبل. وكيف قلت احنا تنعتبروا بان احنا في حاجه الى هاد القدرات وهاد الهائله اللي هي موجوده في داخل هاد الاطار ديال اطر الاكاديميات. فيما يخص ماكلاتيو القطاع الخصوصي انا وتقليل الاسعار، من طبيعه الحال كاين تفاوت ما بين الاسعار وما بين لكن المدارس لكن الخصوصيه على حسب الجوده على حسب الخدمات، كل وحده عندها اسعار هي ولكن اسعار ماشي نفس الاسعار. حنا اللي تنعتبروا القانون ما تيسمحناش باش ندخلوا مباشره في تحديد الاسعار، ولكن قانون الاطار اكد بان كيفاش هاد الاسعار تدبير هاد الاسعار كيفاش يتم اولا الاعلان عليها والشفافيه، ولكن ايضا كيفاش هاد الاسعار تتغير من سنه لسنه، لان ملي تيدخل التلميذ وتيكون داخل واحد المؤسسه راه تيصعب عليه باش يخرج من المؤسسه حيت كانت واحد الزياده. دونك قانون الاطار اكد بان ضروره تقنين هاد المواضيع باش ما يكون ما يبقاش هاد الاماكن من سنه لاخرى واحد نتائج واحد نلاحظوا بعض تجاوزات اللي هي تبقى. انا تنعتبر بان الجواب اللي هو مهم هو كيفاش نجعلوا المدرسه العموميه مدرسه ذات جوده، كيفاش نجعلوا الاسر نعطيوها القدره باش تختار واش تمشي مدرسه خصوصيه بالقواعد ديالها او تجي للمدرسه العموميه. الاطار ديال خريطه الطريق اللي وضعتها الوزاره، هاد خريطه الطريق وضعت واحد العدد ديال الاهداف اساسيه، منهم كيفاش نقصوا من الهدر المدرسي، منهم كيفاش نحسنوا جودة التعلمات، منهم كيفاش أيضا نساعدوا نواكبوا التلاميذ، انفتاح ديال المؤسسات وانفتاح التلاميذ على المحيط ديالهم. فهناك هناك التركيز على ثلاثة ديال المحاور اللي هما التلميذ اللي هو محور ديال الأستاذ واللي هو محور ديال المؤسسة التعليمية. في كل محور هناك واحد العدد ديال الإجراءات جديدة اللي تتواكب هاد اللي غادية في هذا الاتجاه ديال الإصلاح وديال تجويد المدرسة العمومية. جوانب اللي هي وهناك إجراءات اللي ركزت عليها عندها علاقة بالجانب البيداغوجي، عندها علاقة بالدعم التربوي، عندها علاقة بالمنهجية ديال تدريس بعض المواد، عندها علاقة أيضا كيفاش نرفعوا من واحد العدد ديال الأنشطة داخل المؤسسات. بطبيعة الحال من خلال الأسئلة والنقاش اللي تم كان واحد العدد ديال الأسئلة اللي هي مرتبطة باللوازم المدرسية وغلاء بعض اللوازم المدرسية، وهنا كانت مناسبة باش نوضح كل ما قامت به الحكومة ما يخص أولا استقرار أثمنة ديال الكتب المدرسية وتوفير بعد هذه الكتب المدرسية بتنسيق مع الناشرين، كل الإجراءات اللي هي متعلقة أيضا بتوسيع تدخل المبادرة الملكية ديال مليون محفظة اللي اليوم تتهم أكثر من 4,700,000 تلميذ وتلميذة، أي بارتفاع واحد 5% ديال عدد المستفيدين. وكيفاش هاد اللوازم المدرسيه والمحفظات تكون موجوده، حنا سهرنا باش تكون موجوده مع الدخول المدرسي باش تساعد الاسر اللي هي اسر في حاجه الى هذا الدعم، تساعدها في هذا الدخول المدرسي. والجانب الثالث هو
اليقظة والسهر لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد المحلي بتعاون مع السلطات المحلية باش ما يكونش أوضاع ديال إما بيع مشروط إما أوضاع ديال سميتو لا جيستيون دو ستوك ولا واحد العدد ديال الأوضاع اللي يمكن بعض الأحيان تتنقص من التنافسية وتتجعل بأن البعض يرفع الأثمنة بواحد الطريقة اللي هي غير قانونية بدون احترام الشفافية الضرورية. من المواضيع الأخرى اللي تم إليها المواضيع اللي هي مرتبطة بالعلاقة ما بين الأسر والمدرسة والمدارس الخصوصية، وهنا كانت إشارة إلى تهيئ واحد قانون اللي غادي مراجعة القانون الحالي خلال شهور مقبلة اللي يمكن يساعد أيضا باش يجعل هذه العلاقة تكون علاقة مبنية في إطار تعاقدي وتكون مبنية في إطار الشفافية الكاملة بحقوق والواجبات ديال كل أطراف.